خمسة على عينين الحسد اخاي، الشر زيد يكبي اتاي، طبين باكية تنقولو عادية، شنو في القاضية ما نخليكش غادي جاي، ابو راس ما فهمتيش التراث، امين تي جي في وانا بوراق، ربطاطو ونسى لي موراك. دخلوا الدراري كاملين تسنين تفهموا المزيكا هادي تعجبكم بزاف. لا مزيكا لا لا ما تصدق. بغينا نعرفوا شكون هو يوسف. يوسف هو واحد الدري عادي سميتو يوسف الملياني، من مواليد 1993، رابر اكي اي يوسف 45، الاب جزائري والام مغربيه. فوالا. شحال المدة وانت في المجال ديال الغناء؟ اش غادي نقول لك، من 2004، من 2004 جاتني الفكره نتاع نرابي، 2005 6 7 بالضبط اكزاكتلي حتى اول تراك. بقات يوتيوب كانت ما كايناش سكي روك، ناس كيلوحوا في ساوند كلود اكسيتيرا. شحال تقريبا الاغاني عندك؟ الكونتيتي اللي غنيت من ديك لا بيريود لدابا ازيد من 500 اغنيه، اكبر ديسكوغرافي كاين في العالم او لا الدول العربيه او لا الصعيد الوطني. بالنسبه للمجال ديال الغناء يعني الراب كترتاح فيه يوسف؟ بيان سيو. شنو اللي كيخليك ترتاح بالضبط؟ الدومين هذا كنرتاح فيه بزاف نتاع الراب، واللي كيخليني نرتاح فيه هو ان الكتابه، حيت احسن حاجه باش بنادم يعبر على شي حوايج عنده هو يكتب. فوالا انا تجأت للكتابه والتعبير وهذا، وبقيت كنحط دي تراك اللي هما عايشهم في حياتي واللي هما على المجتمع اون جينيرال. المهم الحمد لله لقى داكشي اقبال بالنسبه للبيبليك، واخا انا ما كنتش سايق في هادشي من اون ديبار، اللهم لك الحمد. حتى الاخر عاد عرفت بلي كاينين الناس كيعجبهم هادشي هذا، وراني نكمل ان شاء الله في هادشي. من بعد الاغنيه ديالك بي اتاي، واش كنتي كتنتظر بلي غديرها الشهره كامله؟ بصراحة هاد الله راه ما كنتش كنتظر هاد التراك هذا غيدير هاد السيكسي كامل، باسكو الناس كياخذوا ليا واحد الفكره نتاع رابور، تندير تراكات ار ان بي، تغني الجاز البلوز سول تراب دريل الاولد سكول الاولد كلاسيك الويست كوست الايست كوست الويست سايد والايست سايد وكاع لي ستايل تنغنيهم. ما عمري فكرت نغني على التراث وهادشي اللي متعلق بأحيدوس اي حاجه متعلقه التراب الوطني وهذا، ما عمري فكرت نغني عليه. الحمد لله درت هاد النقطة هادي وعجبات شي ناس، اللهم لك الحمد. احنا اليوم مشينا لسوس، غدا ان شاء الله نمشيو عند قناوة، بعدو ان شاء الله نمشيو عند الشرق عند دوك صحاب سكادة وداك الشيء، كل مرة نمشيو عند وحدي. بالنسبة قلتي مشيتي لسوس وكذا ديال، يعني بغيتي تبدل السيستم ديال الراب يعني بالطريقة هادي يعني؟ لا لاحظنا بغينا لاحظنا في واحد لا بيريود كانوا بانوا الفناير وغناو يد الحنه وغناو ديك الستايل نتاع على كذا وعلى هادي وعلى فهمتي وعلى زيرو ميكا وعلى بزاف د الحوايج اللي هما كانوا مواضيع السوق، مواضيع تافهه بالنسبه لي هما كانوا مواضيع السوق، ولكن لقاو نجاح ديك لا بيريود، لقاو نجاح بزاف، كانوا كيعطيوهم لي كونسير كيغنيو لدرجه ان كيغنوا مع فنانين كبار اللي منهم راهم لا داعي ديك الاسماء واش غادي نقول لك، راهم باينين غناو معاهم وطلعوا في لي سين بليس كول وسام الملاكي بزاف د الحويجات، وعرفت بلي داك الشيء هو اللي غادي يسلك. قلت علاش لا ما نفكرش ندير هاد الخطوه هادي، وفاش درتها الناس كلهم عجبهم الحال والحمد لله. فين باغي توصل بهذا المجال يوسف؟ المجال الفني بغيت نوصل بها خويا العالميه، بغيت نطور من العمل ديالي اللي صبر 20 عام من 2004 لدابا 2014، اللي صبر 20 عام معليش يصبر عام واحد اخر، وانا الحمد لله ديما كنثق في القدرات ديالي وما كنخليش شي حاجه تطيحني رغم الضغوطات وبزاف الحويجات، والحمد لله كنتغلبوا على بزاف الحويجات باش نرضيو البيبليك ديالنا ونديروا الحويجات اللي حنا كنرتاحوا فيهم. فوالا. شي مغنيين دراب اللي تبغي تشارك معاهم يعني شي اغاني ديالك يعني داخل تقريبا نقولوا دوليين؟ وطنيا مازال ما لقيتش داك اللي غادي يكون في السايد ديالي، والحلم ديالي اللي هو انا نغني معاه دوليا. مثلا تويستا، تويستد انساين، كريس براون، ريانا، لوكاس جايلر، سترينجيليشن، سترينج ميوزيك، كينج ايزو، تيك ناين، كريس كاليكو، امينيم سليم شيري. بالنسبه لهاد الاغنيه ديال شرك بيئتها، شنو هي الاستفاده اللي استفدتي منها يعني، واش ماديا ولا ناس جداد يعني اصدقاء؟ ماديا ما استفدتش من الاغنيه نتاع كبي اتاي ماديا،
باسكو عندي مشاكل في لاشين يوتيوب ديالي وهذا الشيء راه الناس كلهم عرفوه وبوستيتو في انستغرام وبزاف ديال هذا على هذه هاد النقطه هذه نتاع وقع لي سترايك ضربني بالسترايك لديك لاشين المده نتاع شي عام ونص هكا جو بونس ولا عام وهي ما كنستافدش من داك الشيء دونك انا ما كنتسناش ماديا من الموسيقى حيت الحمد لله كليت اون ديبار اللي كتب الله الميوزيك ولا هذا ولكن اصلا هي الموسيقى شنو كتعطيك كتعطيك ديك الفلوس غير اللي تسير على الاعمال ديالك من جديد باش تبقى ديما على الساحه الفنيه غادي فوالا هذا هو التمويل اللي كيعطيك يوتيوب او لي ديستريبيسيون او حاجه بعيد على الغناء بغينا نعرفوا واش عمرك زرتي شي ديور الخيريه يعني ديور اليتامى ولا عمرك درتي شي نشاط يعني بدون مقابل غنيت بدون مقابل في اعمال خيريه منهم اليوم العالمي للمعاق دوزت واحد الفتره قصيره في السجن واحد لا بيريود وغنيت في اليوم العالمي للسجين حتى هذا كيتسمى عمل خيري غنيت على واحد الاغنيه سميتها اوتيزم بالنسبه للناس اللي اوتيست اللي مرضين بالتوحد خديت الفكره من الفيلم ديال عاليه عالي اللي مثلت فاطمه الزهراء بن ناصر اللي كانت هي الام ديال داك الطفل اللي مريض وتعاطفت مع الفيلم وحطيت عليه قصه والحمد لله تناقشت مع فاطمه الزهراء بن ناصر ومع المخرج ديال داك الفيلم قالوا لي الحمد لله صافي بون كوراج هذا هو الكومونتير اللي شفنا عندهم بون كوراج وعجبني الحال الحمد لله فوالا اي عمل فن اي عمل خيري انا مستعد نغنيه غاتو وندخل ونغني ونفرح الوليدات ونفرح الناس الشياء الكبار حتى العجازه لكن اي حاجه اللي تقدر هذا والحمد لله عندي بزاف ديال لي فان اونديكابي واوتيزم وتيبغيوني وهذا هو اللي كيزيد يخليني انني نبغيهم بالنسبه لهاد الاغنيه يعني دارت واحد الضجه كبيره في التواصل الاجتماعي ودخلت واحد الجمعيه على الخط يعني كتعارض على شي شيء كاين ما شنو تقدر تقول عليهم بصراحه راه كل مور كل سيكسي او لا مور كل نجاح كتلقى اعداء فوالا علاش فاش كان في 100K او لا فاش كان في 10K باقي يلا 10000 ديال لي فيوز علاش ما ناضوش الناس يهضروا علاش هضروا حتى لديك لا بيريود اللي التراك لقى نجاح كبير 12 يوم ضرب 6 ديال المليون 5 ديال المليون و 800000 طلع في طوندونس الثاني بقى ثاني لمده سيمانه هبط الثالث ومع من مع ناس اللي هما دي زارتيست وراهم كلشي باين خليت بزاف دي زارتيست لتحت والحمد لله حيت باش تعرف بلي راه البيبليك والشعب المغربي عزيز عليه شي حاجه اللي زعزع عليه راسو اللي ينشط اللي تنشطو اما لقيت كتغني له على الحزن وهذا هو حزين كتزيد تمرض وتكتئب دونك على الاقل خرجوا من ديك القوقعه السوداء والحمد لله هادشي لقى اقبال هادشي راه فرحه كبيره بالنسبه لي وبالنسبه للشعب المغربي كامل بغينا نعرفوا يوسف كيفاش كيستقبلوا الناس من بعد الاغنيه هذه كيفاش كيستقبلوك يعني في الاحياء ديالك الاصدقاء ديالك بعد الاغنيه هذه راه لقيت لي الله حاليا جيت من الحي الشعبي ديالي اللي سكنت فيه وعشت فيه تقريبا 30 عام هذه اش غادي نقول لك لقيت الناس والعيالات والدراري الصغار والوليدات اللي كيخرجوا من المدرسه كلشي شرك بيئاتي كدا سبيطار الحماق شي وكلشي تيغني وهذا عجبني الحال بزاف وتلاقيت واحد الشخص عزيز عليا قديم مشيت نصوب غير ليسونس في الموتور في البومبا وتلاقيته اللي هو السيمو العيساوي تحياتي ليه من هذا المنبر خرجوا وليداتو تصوروا معايا يعني قال لي مبروك على ديك لا شونسون اللي درتي بهذا الفاصون قلت له ميرسي بوكو تصورت مع وليداتو قال لي ما عرفتينيش قلت له نو ما عرفتكش لقاش بدل عليا تبدل بصح قال لي سيمو العيساوي قلت له واو هاك شتو التليفون صوروني مع هاد السيد هذا راه فوالا راه كبرنا مع الموسيقى ديالو هذا تحياتي ليه ملي نشوف بحال هاد ليزار ورفيق بوبكر سبيسيال ديكاس الممثل رفيق بوبكر كاع الناس اللي مع وليداتو كيدير كوبي اتاي وهذا يعني كاع الناس اللي داروا ديك القضيه نتاع كوبي اتاي وعجباتهم تحياتي ليهم وانايا مرتاح بزاف وحتى حاجه ما غادي تطيحني رغم دوك الكومونتيرات والناس اللي كيدويو خايبين في الاخر فاش كيعرفوا الموضوع كي داير كيوليو كيقولوا لا بونكو غاز راك كاين فاش كيتفقدوا لاشين ديالك وداكشي اللي خدمتي تيقولوا في التعليق راه كاين بيس قول لي يوسف بالنسبه للناس اللي باغي تتواصل معك ربما بغاو اشهارات ربما بزاف ديال الحوايج شنو كيفاش الطريقه اللي تتواصلوا معك بها بالنسبه لي ريزو سوسيو اللي تنخدم بهم حاليا راه كلشي فو كونط اخوتي باش المهم هذا ميساج اونفوايي لكاع البوبليك اللي كيعرف يوسف ريفاي راه كلشي فو كون حتى حاجه ما ديالي من غير لاشين يوتيوب اوفيسيال راكم عارفين فين مليو حط راك نتاع كوبي اس اللي هي يوسف ريفاي اوفيسيال انستغرام ديالي هو يوسف ريفاي بوان لايف
والتيك توك الاوريجينال بروفيشنال اللي كنخدم به كومبت اوفيسيال اللي هو اروباس يوز 45.هاكي ولا نبقاو نطلعوا فيه في اللايفات ان شاء الله. هادو هما اللي كومبت عندي ثلاثه. باج فيسبوك ما عنديش، لي ديستريبيسيون ما عنديش، ماشي انا اللي كنلعب في سبوتيفاي، راه كاين بعض النصابه اللي خدامين على هادشي هذا. ونزال ان شاء الله نطرقوا لبعض هاد المواضيع. اجي شنو تقدر تقول للاعداء يعني بالنسبه لذاك لي كومونتير اللي كتشوفهم في شنو تقدر تقول عليهم؟ يعني كيقولوا كلام، يعني كاين اللي كيخص الهضره، كاين اللي كيقول المريض نفسيا، كل شنو كيقول؟ شنو تقدر تقول لهاد الناس هادو؟ هاد الناس هادو كلهم تنقول لهم حاجه وحده، تنقول لهم ديروا بحالي، غتحسوا بديك الراحه اللي كنحس بها انايا، غتوليو تحسوا براسكم فريمون كاينين. وحاولوا تخرجوا من ديك القضيه نتاع انكم غير تكومونطيو، ديروا شي نجاح وخليو الناس هما يكومونطيو ليكم، بلاص ما انكم تعارضوا، وفي بلاص ما انكم تبقاو تقولوا شي حوايج تافهه، وانتم ما عندكمش واحد الدرايه على داك الشخص، كتبقاو تحطوا بعض الكلمات اللي هما منحطه. وهذا حاشا ما عاد الله واش انا نسمعها. انا بعدا فاش كنشوف داك لي ميساج اللي هما خايبين كيعطوني غير انرجي بوزيتيف، هما كيلوحوا لي نيجاتيف وانا كناخذها بوزيتيف. هادشي اللي كيخليني ديما الحمد لله مكمل وما كنصنش ليهم، حيت كاين بعض الناس اللي هما بزاف بهم فايتين هادوك، تيهضروا بدي كومونتير زوينين تيعطوني طاقه ايجابيه باش نخدم. وهذوك تنقول لهم شكرا لكم بزاف، والاعداء تنقول لهم الله يهديهم. واخا يوسف قلتي كاين اكثر من 500 اغنيه، يعني واش عمرك طلعتي شي منصه يعني هنا في شي مهرجان وطني ولا شي حاجه بحال هكا؟ هي اكبر ديسكوغرافي كان اكثر من ازيد من اكثر من 500 اغنيه، اكبر ديسكوغرافي في العالم. الاول سين غنطلع ليها حليوه وطوطو، انفيتيناهم عندنا هنايا الفاس، وخدمنا في واحد الكونسير في سينما الامل في بوجلوك فاس. اول كونسير انا غني فيه. الثاني شنو هو؟ هما اعمال خيريه، اعمال خيريه بدون مقابل. موراها تفتحوا مجالات الحمد لله، حيت ربي فاش دير شي حويجه اللي هي زوينه مع قلبك ومع الله تزيد يفتح لك فرص زوينه. موراها 2017 طلعت انفيتي في بولفار انا والجراندي طوطو وويست ودراغانوف، راه كان حاضر وحاضرين بعض الفنانين اللي تما الحمد لله. هذاك هو احسن تجربه دوزت في حياتي هي بولفار، طلعت انفيتي في ديك لا بيريود. شي كلمه اخيره للجمهور ديالك؟ الكلمه الاخيره اللي كنقول للجمهور فيضانات التيم كاملين والدراري اللي كيعجبهم يوز 45، كنوعدكم ديما بالنيو، ديما الخدمه، ديما العمل، وانتم كنتمنى نكونوا حاجه وحده اللي هو سيبورت او ماكسيموم. بارطاجيو كلشي مع صحابكم، ما نحتاجش نقولها لكم، خليكم على القرص، بركوا على ديك البطونه الحمراء، وصلوها لمليون ابوني كما جبنا الفاتين نجيبوا الذهبي، علاش لا؟ حيت انتم اللي كتوصلوا عبد المذنب هذا، وبلا بكم انتم انا راني والو، وانتم الا قلتوا كمل غنكمل، قلتوا حبس غندير ستاب. شكرا. ميرسي بوكو.